بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من على هذه الصفحة. في هذه الفقرة صحفية روسية تعمل على قناة رسمية، طبعا أن استغلت البث المباشر للأخبار لتظهر لوحة مكتوب عليها لا للحرب، أن فيزاج دي كوراج، وجهون للشجاعة، ان فيزاج دي كوراج، شخصية شجاعة بمعنى آخر. سلود مارينا أوفسيانيكوفا جورناليست أبيرفي كانال، إذن هي صحفية بهذه القناة تسمى بيرفي كانال، لا برينسيبال شين، إذن نتكلم عن القناة الرسمية دو تيليفيزيون ناسيونال روس للتلفزة الوطنية الروسية. إلى انتيرومبي لو ديريكت، أوقفت، نتكلم هنا عن لو فيرب interrompre. Le verbe interrompre أوقف. Le verbe s'interrompre يعني توقف. إذن elle a interrompu. إذن هي أوقفت. أوقفت ماذا؟ Le direct. أوقفت المباشر. البث المباشر. Elle a interrompu le direct. إذن هي أوقفت البث المباشر. En montrant une pancarte. En montrant. مظهرة. أظهرت ماذا؟ إل بونكارت. إذن كما نلاحظ على الصورة، إذن هي أوضحت اللائحة، أوضحت هد اللافتة أو اللوحة. نو على غير، نو على غير، لا للحرب. نو كخوي با على بروباغوند، لا تعتقد أو لا تؤمن أو لا تصدق لا بروباغوند. لا بروباغوند هي عندما نضخم الأشياء ونقول أشياء ليست بصحيحة، هي عندما نبت الإشاعة، هي عندما نبت الإشاعة ويتحدث بها الناس بكثرة كأنها صحيحة، إذن هذه تسمى لا بروباغوند. حتى بالعربية نقول البروباغاندا، ثم تقول إيسي تو لو موند مون، هنا الكل كما نقول كل العالم، إيسي تو لو موند، إذن هنا كل الناس، كل الناس مون، أنهم يكذبون. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب مونتيغ، هنا ici le verbe mentir، إذن ici tout le moment، إذن هنا الكل يكذب. elle a été arrêtée dans la foulée، هي تم توقيفها، elle a été arrêtée، إذن هي تم توقيفها، dans la foulée، طبعا la foulée هي الخطوة، عندما ترفع رجلك، إذن بين رفعها ووضعها على الأرض تسمى la foulée، هي تم توقيفها في الخطوة، المقصود في اللحظة. إلى تاريتي دون لفولي أي ريسك جسكا 15 ans de prison، أي ريسك جسكا 15 ans de prison، وقد تواجه إلى حدود 15 عام من السجن، قد تخاطر بنفسها كما نقول 15 عام من السجن، إيمونس ريسبي كما نقول احترام بدون حدود، أو كما نقول احترام عظيم أو عملاق. immense respect pour tous les Russes qui défient le pouvoir de Poutine. احترام عظيم pour tous les Russes، لكل الروس، لكل المواطنين الروس، qui défient، طبعا عندنا لو فيرب ديفيي يعني تحدى، الذين يتحدون، qui défient الذين يتحدون le pouvoir de Poutine، الذين يتحدون سلطات بوتين، en se dressant contre la guerre، يتحدون سلطات بوتين en se dressant بالوقوف contre la guerre، ضد الحرب، et les mensonges du régime، ثم أكاذيب النظام، المقصود أكاذيب النظام الروسي. الكاتب يقول احترام عظيم لكل مواطنين الروس الذين يتحدون سلطات بوتين بالوقوف ضد الحرب وبالوقوف ضد الأكاذيب التي يبث النظام. immense respect pour tous les Russes qui défient le pouvoir de Poutine en se dressant contre la guerre et les mensonges du régime. leur mobilisation pour la paix، تحركهم من أجل السلام، تحرك هذه الأشخاص الذين يقفون ضد الحرب. leur mobilisation pour la paix، إذن تحركهم من أجل السلام،
est une part, إذن هو جزء essentiel, مهم de la solution, للحل. إذا كان هناك حل قريب لهد المشكلة, مشكلة الحرب, فهؤلاء الذين يقفون ضد الحرب لهم جزء كبير من هذا الحل. إذن فلنرى هذا الفيديو الذي بث على المباشر على هذه القناة الرسمية كما قلنا لنرى شجاعة هذه الصحفية. إذن نكتفي بهذا القدر, حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.